أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من لايف، إلى مساحة نفتح فيها أفاقا للحوار ونناقش جملة من المواقف السياسية وغير السياسية، مش مشكلة. عنوان حلقة اليوم: كورونا يثير القلق، اشتباه بحالة في مستشفى المرج والمركز الوطني ينفي. أما في ملفنا الثاني لحلقة اليوم: تفجير إرهابي في محيط السفارة الأمريكية في تونس يثير القلق من عودة الإرهاب. حياكم الله. مرحبا بكم مشاهدينا، منورين برنامج لايف جميعا وين ما كنتم، شرقا غربا جنوبا، في ليبيا، في خارج الوطن الحبيب. في البداية لابد نقوله ونأكده من جديد بأن الصحة أولا، والصحة فوق كل اعتبار، فوق كل شيء، وهي أولوية الأولويات اللي لابد أنها تكون عند الجميع في الجهات العامة والجهات الخاصة، مواطنين ومسؤولين. الصحة فوق كل اعتبار، هذه مسألة ما عندناش فيها نقاش، وهذه مسألة ما عندناش فيها ما نقوله، وهذه مسألة مش حيكون فيها جدل أبدا. ليش قلنا هيك؟ لأن من أمس إلى اليوم صاير في جدل كبير ونقاش، يعني في أجزاء يكون موضوع وفي أجزاء يعني أخرى يكون يعني غير موضوع، يكون غير منطقي ويكون متهافت. النقاش هذا متعلق بفيروس كورونا. طبعا للأسف يعني هو فيروس كورونا تحول إلى يعني فوبيا، مش وباء طبعا لله الحمد، بس هو تحول لفوبيا. الكل يتكلم على فيروس كورونا في العالم، في القارات الستة، وليبيا يعني واحدة من هالدول، مش استثناء، ليست بدعا من القول زي ما يقولوا يعني. ففي جدل أمس صاير في ليبيا في الفيسبوك، وجدل هذا كان محموم جدا وكان محتدم وكان ساخن، وكان في حتى تخوين لبعض الجهات. شنو السبب؟ السبب هو أنه في أخبار طلعت، ومن بينها طبعا الخبر اللي تحصلت عليه قناة 218 من مصدر مطلع. المصدر المطلع هذا يعني حكى ل 218 رواية، وتأكدنا منها من أكثر من شخص آخر على الأقل من بعض الوقائع. وحنكونوا طبعا منصفين جدا في الطرح اليوم، حنكونوا جدا موضوعيين، وحننقلوا كل الكلام حتى ما نتجنوش على حد. المصدر يعني تكلم مع 218 وقال ان في حاله توفيت في مستشفى المرج، وانه الحاله هذه عندها هو رجل شقيقه موجود الان في مستشفى، في احدى المستشفيات في مدينه بنغازي. والشخص هذا اللي توفي يعني حكى المصدر انه التقرير الطبي فيه انه سبب الوفاه هو التهاب رئوي حاد. والمصدر هذا يعني مطلع وعالم في مجال الطب يعني، وقال ان بانت عليه نفس الاعراض او اعراض مشابهه او قريبه من الاعراض اللي موجوده في كل النشرات المتعلقه بفيروس كورونا. يعني اللي من بينها التهاب الرئوي الحاد، السعال، الجاف، الصداع، ارتفاع درجة الحرارة، الكحة هذه الجافة الحادة، هذه شوية ضيق في التنفس. يعني بانت الأعراض هذه على الحالة اللي للأسف فارقت الحياة وتوفيت في مستشفى المرج، وإن أخوها بعد يومين، أخو الحالة هذه، موجود في إحدى المستشفيات في مدينة بنغازي. وقال إن يعني هنالك تكتم متعمد. طبعا لما نقولوا تكتم متعمد، احنا مش قاعدين نشتمه يعني، مش قاعدين نسبه، احنا بس نوصفه في الصوره. قد يكون التكتم هذا للصالح العام، ممكن يعني وجهه النظر الاخرى ايضا تحترم، ما عندناش فيها ما نقوله يعني، بس احنا الان ننقله ونحطه فيكم في الصوره من البدايه. المصدر قال انه الاجهزه الامنيه المسؤولين طلبوا التكتم على الوضع حتى ما يصيرش فيه بلبله، وحتى ما يصيرش فيه اي نوع من انواع التوتر والارتباك، والامور قد تتطور، وانتم عارفين اليوم احنا في زمن
في زمن السوشيال ميديا وفي زمن الميديا الحديثة وفي زمن إنه الخبر هب ينتشر يعني كالنار في الهشيم، يعني تكتب اليوم بوست من طرابلس في نفس اللحظة يشوفها مواطن في تكساس، في نفس اللحظة في أستراليا، في كوالالمبور، في ساوث أفريكا. هذا العالم اليوم أصبح كله مترابط بفعل الإنترنت. عموما هذه كانت الرواية وتعاملنا معها في 218 بقدر كبير جدا من المسؤولية، يعني وإحنا ما نجاملوش صدقا يعني بكل تواضع، وإحنا متأسفين على قد يكون الصراحة هذه شوية فجة البعض ما يقبلهاش، بس هذه حقيقة. تعاملنا معها وفقا لما يعرف في علم الاجتماع بنظرية المسؤولية الاجتماعية، يعني هو أوكي أنت حر من حقك تدير أشياء، ولكن في المقابل لابد أنك أنت تدرس السلوك هذا والتصرف هذا وشنو أثاره وتداعياته على المجتمع ككل، لأنه إحنا مش عايشين لوحدنا وإحنا نشتغل في إطار منظومة مترابطة مجتمعية. نقلنا الخبر هذا بكل أمانة وبكل اتزان، وقلنا أنه الحالة هذه يشتبه بين قوسين، هذه اللي البعض ما ركزش عليها، قلنا أنه يشتبه بإصابتها لأنها هنالك أعراض مشابهة للأعراض اللي قرأنا أنه المصاب بفيروس كورونا يصاب بها. نزلنا الخبر من هنا، انتشر الخبر، وأيضا كان في مصادر أخرى طبعا تناولت الموضوع هذا. المهم أنه الليلة كانت ساخنة جدا على فيروس كورونا، يعني شخصيا ما نمناش للفجر حتى نتبع الموضوع ونشوف تداعياته لو نوصل لكذا. المهم المصدر قال، وهذه حقيقة، أنه في تكتم وأنه وزارة الصحة تطلع تنفي، وهذا يعني كنا سبقين فيه بالفعل، يعني هذا اللي حصل، وقد يكون النفي صحيح، وإحنا نتمنى طبعا، أنا قلت في البداية سلامة أولا، ونتمنى سلامة للجميع، وأنه ما حدش يكره الخير لأهله ولناسه ولشعبه، وأنه آخر ما نفكر فيه هو بث الأخبار أو ترويج الأخبار اللي ممكن يكون فيها ضرر على المجتمع ولا تراعي نظرية المسؤولية الاجتماعية، الطرح اللي قدمته الآن. المهم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصدقا هو نعم وصدقا هو يشتغل، وكان يعني طيلة الفترة الماضية مجتهد جدا في شغله بأمانة، يعني المركز الوطني لمكافحة الأمراض نفى أنه وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في ليبيا. أيضا بعد النفي من المركز الوطني كان في أيضا نفي آخر من وزارة الصحة في الحكومة الليبية. احنا انتظرنا طبعا البيان من وزارة الصحة، وطلع البيان طبعا اليوم الظهر، وقالوا أن ما فيش أي حالة، واللي موجودة في مدينة المرج ما هيش مصابة بفيروس كورونا، وهي مصابة بأشياء ثانية. وأيضا الخبر عنده تداعيات وأخذ تداعيات كبيرة. عموما زي ما قلنا يعني الخبر شغل الناس جميعا، والخبر يعني مش بس عن طريق 218 نيوز، أيضا في مصادر أخرى تناولت الموضوع وأخذ اهتمام كبير، ولأنه هو طبعا حدث الساعة فلا بد أن احنا نخصصه لجزء طبعا من تناولنا، وإحنا أيضا يعني عندنا اهتمام كبير بكل ما يتعلق بفيروس كورونا محليا ودوليا، بدليل أنه احنا الآن عندنا نشرة يعني خاصة بفيروس كورونا، وحضراتكم أكيد جميعا متابعينها. المهم اللي حابين أنه نأكدوا عليه، ومش مشكلة تأكيد المؤكد من باب تأكيد المؤكد، ومش غلط أنه إحنا متأكدين وواثقين من صدقية المصدر، وإحنا كنا جدا أمناء في نقل الموضوع، وإحنا لم نتجنى على أحد، بدليل أن كنا جدا مهنيين، نقلنا حتى النفي من المركز الوطني وعطيناها الأولوية على حساب الخبر الأول، وقلنا أنه هنالك نفي من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، نفي لوجود الحالة الكورونا، وبعدين نقلنا بكل أمانة برضو النفي الآخر من وزارة الصحة، وإحنا متابعين يعني، وحننقلوا أيضا بعض الروايات الأخرى، لأنه أيضا في جزء من الروايات كان فيها تضارب، يعني قالوا الحالة مش التهاب رئوي، الحالة إنفلونزا خنازير، نزلة برد، مبيد حشري، يعني كان فيه أكثر من رواية. إحنا طبعا في انتظار الجهات المسؤولة والجهات المختصة حتى يبينوا لنا، ونتمنى طبعا بكل هدوء طبعا، وبكل رويه، وبكل احترام وتقدير لكل المجهودات اللي تقدم شرقا وغربا،
انه يكون في اهتمام اكثر. مثلا مش غلط لو يكون في مؤتمر صحفي مثلا من وزاره الصحه في الحكومه الليبيه وحكومه الوفاق، اذا مثلا ما فيش مستجدات يوميه يكون مثلا كل 48 ساعه، كل 72 ساعه، يوم في الاسبوع مثلا. اوكي، في على الفيسبوك في نشاطات، يعني المركز الوطني ينشط جدا ويقدم في اخبار على مدار الساعه، هذه حقيقه. ولكن في المقابل ايضا زياده التوعيه، زياده الحرص، زياده التنبيه. قد يكون الشيء اللي صار امس او الجدل اللي صار امس ايجابي، يعني احنا دائما نحاول خصوصا في الاخبار الحساسه ان ما نتناولوهاش يعني من زوايا مهنيه صحفيه فقط، ايضا تتناول من زوايا وطنيه لان هي تهم الناس جميعا. فبالتالي ننظر ايضا للجانب الايجابي، يعني الجانب الايجابي ان اللي صار امس من جدل محموم هو رفع يعني نسبه الوعي، حسس الناس اكثر بالخطوره، بانهم لابد انهم ينتبهوا اكثر، لابد انهم يراعوا الارشادات الصحيه اكثر، لابد انهم يحاولوا انهم طيب. ايضا مدير مستشفى المرج، حتى نكون يعني مواكبين معكم، نفى هذا الامر جمله وتفصيلا، واحنا طبعا نقلنا كل الاخبار يمينا وشمالا، وكل الاراء وضعناها امامكم على الشاشه، واحنا طبعا في مثل هكذا مواقف ننقل ونتبنى الجانب الوطني، الجانب اللي يهم الناس، الجانب اللي ما يرعبش الناس، الجانب اللي ما يحاولش يضخم الصوره. هذا منهجنا وهذا خطتنا وهذه استراتيجيتنا عموما. طيب، نتابع الآن ما عده الزملاء في الإعداد، وهو نفي لمدير مستشفى المرج وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا في المستشفى، توفي قبل أيام. نتابع. طيب، مش جاهز، جاهز أو لا؟ طيب غير جاهز، مش مشكلة، حناخده وقت يجهز، مش مشكلة. عموما كما قلنا يعني في جانب إيجابي، وهو أنه المسؤولية ارتفعت، هنالك اهتمام أكثر، وأنا متأكد أنه الاهتمام في الأيام القادمة حيكون أكبر، لأنه هذا الخبر يعني هز الناس شوية، صحاهم شوية، البعض اللي مثلا مش واخد الأمر بجدية ياخد الأمر بجدية. الآن الفيديو جاهز، خلونا نتابعه. أنه لا توجد في مستشفى المرج أي حالة كورونا، ونحن على تواصل مع وزارة الصحة، ووزارة الصحة أيضا على مستوى ليبيا نفت أن تكون هناك أي حالة كورونا في ليبيا. اللهم لا إشاعات، إذا كانوا مصرين على أنهم يريدون أن يكونوا في حالة كورونا في المرج، هذه كي قصة بروحها، لكن نحن ننفي نفيا قاطعا وجود أي حالة كورونا في المرج. كان هذا التصريح لمدير مستشفى المرج. نشوف الآن تصريح آخر للسيد صالحي نجيب، الدكتور صالحي نجيب، وهو رئيس قسم الباطنة في مستشفى المرج. الحالة دخلت ديما هكي من دائما من أسبوع، جت هذه الحالة طبعا بأعراض حادة من البداية، وشخصت طبعا احنا شخصناها على أساس التهاب حاد في الصدر نتيجة الاي تي بكالنيمونيا. طبعا بعدنا خذينا حاسهم فيها الهيستري وايز، ديتيل هيستري وايز، ان المريض ما كانش كونتاكت مع واحد مسافر من برا، ما كانش كونتاكت مع اي حاله هايلي سسبيسيوس ان مشتبه بها تكون كورونا، ما فيش مثلا في المنطقه اللي جاي منها حد عنده نفس المرض، المريض ما عطاش هيستري اوف ترافل ابرود انه كان مسافر اصلا او جاي يستقبل حد من المطار. فنحن قلنا ما دام خذينا ديتيل هيستري، درنا طبعا حاجه فيها انكواري اعلام المركز الاوبئه والامراض عن طريق الفريق نتاع الصحة العامة وتفشي الأمراض والأمراض المتوطنة والأمراض المتفشية. طبعا مع الاتصال بهم هم أيضا خذوا طبعا ديتيل هيستري اللي هي قصة المرض بالتفصيل، ونفوا أن زي ما تقول أي اتصال المريض بهذه بأي شخص مصاب بمرض كورونا أو هايلي سسبيسيوس أن زي ما تقول يعتقد أو يشتبه فيه أنه مصاب بمرض كورونا. طبعا الحالة في البداية استقرت تمام، ووضعناها على حاسهم فيها ان اي في اللي هو نون انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن، والمريض قاعد كويس تمام، صحت عند يوم الاثنين تمام. بعدها طبعا صار صد اللي كولابس، يعني المريض تم تعب، وبعدها اليوم توفى الله عز وجل يوم الجمعه.
طبعا هذه قمة في الموضوعية مشاهدينا الكرام بكل تواضع. نقلنا لكم بكل تجرد التصريحات من داخل مستشفى المرج، تصريحات مدير المستشفى، تصريحات خاصة لـ 218، وأيضا رئيس قسم الباطنة دكتور صالحي نجيب. لمينا بالموضوع من جديد، زي الكلمة اللي قلتها في البداية نعاودها الآن، نكرر من باب وذكر أنه الصحة أولا، الصحة فوق كل اعتبار، وأنه أي شيء في مثل هكذا أمور لابد أن يراعي نظرية المسؤولية الاجتماعية، لأن إحنا عايشين في وطن نتمنوا له الخير، نتمنوا له الرخاء، نتمنوا له السلام، نتمنوا له الأمن، نتمنوا له الاستقرار، وهذه مسألة أعتقد أنه ما حدش ممكن يزايد فيها علينا ولا نقبل أصلا فيها مزايدة. حنكون معاكم دائما كل يوم فيما يتعلق بكل المستجدات بفيروس كورونا، كل المستجدات، كل الأخبار محليا ودوليا، كما قلنا أيضا هناك نشرة خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا. الآن نمشي لفاصل مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل حنفتح ملف آخر، وهو ملف التفجير الإرهابي اللي كان واستهدف بوابة أمنية أو دورية أمنية في محيط مقر السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية. فاصل ونواصل. حياكم الله، أهلا بكم من جديد. تحدثنا في الجزء الأول عن مستجدات فيروس كورونا في الداخل والبلبلة اللي صارت أمس في وسائل التواصل الاجتماعي. الموضوع الثاني نعتقد أنه لا يقل أهمية عن ملف كورونا، وهو ملف الإرهاب. بالأمس كان في هجوم إرهابي على دورية أمنية في محيط السفارة التونسية، في محيط السفارة الأمريكية عفوا، في العاصمة التونسية. هذا التفجير لم يكن تفجيرا كبيرا صراحة. وزارة الداخلية التونسية نفت أن تكون السفارة الأمريكية في تونس هي المستهدفة من وراء هذا الهجوم، وقالت أن التفجير استهدف دورية أمنية في محيط السفارة، إرهابيان فجرا نفسيهما تزامنا مع اجتماع قيس سعيد الرئيس التونسي مع الحكومة الجديدة. التفجير طبعا، حتى يعني نربط، التفجير جاء متزامنا مع ما يعرف بملحمة بن قردان في عام 2016. نترك الحديث لأهل الاختصاص فيما يتعلق بالإرهاب وبالشأن الداخلي التونسي. معنا السيدة بدرة قعلول، وهي رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية. دكتورة بدرة، مرحبا بك، شكرا لتلبية دعوة 218 نيوز، وحضرتك طبعا الضيفة دائمة ومرحب بك على الدوام في 218 نيوز، ونتشرف دائما بأن حضرتك تكوني معنا. برغم أنها كانت عملية فاشلة طبعا بحسب السلطات التونسية، هذه العملية بكل صراحة دكتورة، هل أعادت خطر الإرهاب إلى الواجهة من جديد؟ شكرا، مرحبا بك ومرحبا بقناتكم. أكيد أنا دائما معكم، ونتبنى القضية الليبية والقضية التونسية وكل القضايا العرب. بالنسبة للعملية الإرهابية اللي حدثت في تونس، أنا لا أراها أنها عملية يعني فاشلة. أنا دائما أقول متى أتكلم عن فشل أي عملية إرهابية، عندما يكون هناك عملية استباقية للأمن أو تفكيك خلية أو إحباط عملية، هذا يعتبر نجاح. لكن أن يقوم الإرهابيين يعني الاثنين هذا اللي هم كانوا في السجن على أساس في اشتباه فيهم ومضوا 3 سنوات في السجن لأنهم من مناصري الإرهاب ومناصري داعش، فهذا يعني ثم معناها ما عندهمش 3 أو 4 أشهر من اللي يخرجوا وينفذوا عملية بهذا الحجم يعني في منطقة تعتبر حساسة جدا، وهي البحيرة 2 من أهم المناطق يعني الراقية في تونس، ثم أن فيها العديد من المؤسسات يعني وعلى مقربة من
من العوينة، ويعني كل الإطار يعتبر بصراحة فيه وعليه، ويجب أن نتكلم بصراحة. صحيح أنه ما فماش يعني خسائر كبيرة، ولا مع أننا خسرنا يعني شهيد أمني من الأمنيين سيد الملازم رحمه الله وتقبله ربي برضاه، يعني هذا لا يمكن أن نقلل من أهمية هذه العملية، وأن هناك رجوع لهؤلاء لتنفيذ العمليات متاعهم. ما يمكن أن يقال حول هذا الموضوع بصراحة أنه نجاح أو غير نجاح وهذا الكلام، لا، أنا نمشي إلى أن هناك مؤشرات، وقد تحدثنا في العديد من المرات على المؤشرات الكبيرة جدا اللي يمكن تسمح لهؤلاء بأن ينفذوا عملياتهم، وخاصة وأن المجموعات الإرهابية والإرهابيين ما ينجموا يعملوا عمليات وما يتحركوا إلا عندما تكون الظروف سانحة. ما هذه المؤشرات يا دكتورة؟ نعم، ما هذه المؤشرات اللي تحدثت عنها الآن؟ المؤشرات، أهم المؤشرات واللي باش نبدأ بهم هي هشاشة الوضع السياسي في تونس والأزمات السياسية الكبرى التي تعصف بتونس، وخاصة أنه الأيام هذه قاعدين نشوفوا نتفرجوا على مسرح كبير أو سرب كبير اسمه قبة البرلمان، والتكفير والتنديد والإحباط والشغب يعني والصراعات الكبيرة جدا. رئيس مجلس النواب لا يتحكم في مجلس النواب وهو في حد ذاته مهان، يعني ويرتكب الأخطاء الكبيرة جدا، وطبقة سياسية كل همها أنها تتنافس وتقسم الكعكة فيما بينها، لا وضوح إلى أي رؤية إصلاحية في تونس، ضرب في عمق الاقتصاد التونسي، ضرب في عمق المجتمع، يعني كي نجي نشوف نلقى روحي محاط بأزمات اجتماعية اقتصادية سياسية، يعني هل الإرهابي هذا أو المجموعات هذه اللي تتبنى هالفكر الإرهابي شنو تحبها تعمل؟ برلماني اللي النائب اللي يتهم زميلته بالكفر ويكفرها ويقولها يا أيها الكافرون، ماذا تنتظر من هؤلاء؟ هذه مؤشرات يعني حتى غير مباشرة، يعني أخلاقيا لا تجوز، لأنه المجموعة هذه تنتظر أشياء من هذا النوع حتى تنفذ ما يمكن أن تنفذ. ثم أقول شيء يعني وهو أصبح واضح للعيان، إنه هناك يعني صراع كبير جدا ما بين الأربع أقطاب السياسية المتنافسة، وهي مونبليزير، باردو، القصبة، وقرطاج. يعني تخيل إنه مونبليزير وحدها حركة النهضة تعتبر نفسها يعني إنها هي الحاكم بأمره في البلاد، قبة البرلمان اللي تعتبر نفسها كذلك هي الحاكم وإنه هي اللي عندها كل شرعية، القصبة رئاسة الحكومة ووزراء ومنافسة وتنافس وإرث ثقيل بصراحة تركه يوسف الشاهد لإلياس الفخفاخ، كارتاج ورئاسة الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية الذي يريد أن يغير ويريد أن يذهب إلى تغيير النظام، يعني ونحن معه بصراحة في هذا، لأنه يريد أن يغير النظام السياسي في تونس باعتبار فشل كبير للنظام البرلماني. هذه مؤشرات صعبة جدا. ثم نمشي إلى مستوى الحدود والأمن، ودائما كنا نقول بأن المشكلة ستكون كبيرة جدا، خاصة بما إذا لم تتخذ تونس موقف صريح مع ما يفعله أردوغان في المنطقة، وخاصة بجلب الإرهابيين إلى ليبيا وإمكانية تسللهم ودخولهم إلى تونس، وهذا بطبيعة الحال مؤشر أكبر ويمكن أن نتحدث فيه. طيب، هل التوقيت دكتورة يثير التساؤلات في مثل هكذا حالة، على اعتبار أنه جاء متزامنا توقيت العملية مع أول اجتماع لقيس سعيد مع الحكومة الجديدة كما قلت في المقدمة؟ صحيح أنه قيس سعيد، يعني هو الغريب أنه السيد الياس الفخفاخ يقول أنا أردت أن يكون السيد رئيس الجمهورية يعني على أول اجتماع، يكون على رأس أول اجتماع، والسيد قيس سعيد يقول أنا طلبت، يعني هذه المهاترات ما بينهم لا أراها
يعني هذه تنفيذ العملية فما إشارات، يعني فما محللين مشاو لهذا، لكن لا أرى هذا بصراحة، أنه هالاجتماع هذا مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو يعطي دلالة معينة في هذه العملية. لكن ربما أقول أن فيه يعني في المدة الأخيرة كان فما سينياتور أمريكي قد زار السيد قيس سعيد، كذلك أول أمس كان فيها زيارة ومقابلة بين السيد قيس سعيد ونائب وزير الخارجية الأمريكي. ربما نمشي للدلالات هذه، وأن هذه المجموعة قد نفذت هذه العملية واستهدفت السفارة الأمريكية. يعني السفارة الأمريكية، والغريب زاد أنا نزيد نطرح سؤال آخر، إذا كان مش نمشي في السيناريوهات والأسئلة والمقاربات، احنا نخليه لوزارة الداخلية البحث والحيثيات. لكن الغريب أن السفارة الأمريكية إذا كان في أي عملية أو في أي شيء يعني تحركات، وبما أنه فيها معناها شراكة وتعاون أمني استخباراتي معلوماتي، فإنها تخبر يعني الجهات الأمنية عنا في تونس. فكيف هذه المرة يعني العملية معناها مرت وما فقدش بها؟ بصراحة هذا سؤال ليس انت بتقولي يا دكتوره كيف ان الاجتماع وزاري، لا ما عندهاش علاقه. انت من الطرح هذا شو تبي تقولي بالضبط؟ نعم، انت من الطرح هذا اللي قدمتيه ومن الرابط انه السفاره الامريكيه يفترض ان يكون عندها علم وان يكون في تعاون استخباراتي مع الاجهزه الامنيه، برغم ذلك هنالك عمليه، ما الذي تريدين قوله؟ أردت أن أقول كيف يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية أي عملية أو أي شيء كانت فما تعاون معناها، وأعتقد أنه ما زال ما بيناتنا تعاون ما بين المصالح الأمنية والعسكرية وتونس يعني والمخابرات الأمريكية. أنا استغربت كيف فاتت هذه العملية على المخابرات الأمريكية فقط، يعني هذا ما أردت أن أقوله. يعني من غير أنه المسألة قد تأخذ أنه قد يكون هنالك نوع من أنواع الارتباك في التواصل بين الطرفين؟ والله مش بالضرورة يعني ارتباك في التواصل لا أعتقد، أما أنه يمكن المخابرات الأمريكية فاتتها شوية معناها. أما الارتباك في التواصل لا، في تواصل ما بين أكيد يعني في الاتفاقيات. طيب. فما اتفاقيات أمنية وعسكرية ما بين الجانب الأمريكي والجانب التونسي وعلاقات جيدة. 7 مارس يذكر بملحمة بن قردان دكتورة 2016، هل هي عملية ثأر؟ والله كل مرة باش نقولوا إنهم يثأرون، لا أنا لا أقول أنها عملية ثأر، إنما هما ما زالوا يقدموا القدام ويحبوا يعملوا حاجة، وفما يزونا نقدموا أحنا شوية، مش باش نقعدوا ديما نقولوا إنهم هما باش يثأروا ولا ما يثأروش. هذه الخلايا موجودة في تونس، هذه الخلايا يعني، وخاصة مع العودة الكبيرة للإرهابيين اللي هما قاعدين يدخلوا ليبيا والتسللات الكبيرة وعودة الإرهاب والفارين وعناصر داعش الفارة، يعني هؤلاء موجودين باش يثأروا ما يثأروش. هما مش مشكلتهم، هم مشكلتهم انهم هم يحبوا يعملوا عملياتهم لارباك الوضع ولفرض سيطره معينه، لكن انه باش يثأر ما عندوش علاش باش يثأر، هو قاعد يقدم القدام مش قاعد يوخر، يعني باش يذكر روحه في كل معناها مناسبه باش يقوم يعمل عمليه من النوع هذا. انا نتصور انه ربما ستكون هناك نوعيه جديده من الارهابيين ما بعد سوريا والعراق، والتحالف التركي مع حكومة الوفاق الليبية، هذا يمكن أن يكون هناك علاقة. وأعتقد يعني وهو تحليل أمني، ربما يكون أنه هذم الاثنين ما ينجموش يكونوا عملوا عملية منفصلة وحدهم، وأنهم ما عندهمش يكون وراهم، ثم أنه العملية ناجحة ونجحها أنهم تم الاختراق ودخلوا وعملوا عمليتهم وعندهم الأحزمة الناسفة وعندهم يعني المواد اللي فجروا بها. المواد اللي فجروا بها هما وضعيتهم المادية تعيسة جدا، فمن وفر لهم هذا ومن خطط؟ ونحن نعرف في أدبيات هذه المجموعات إنها هي تتعامل بصورة المجموعات والمجموعات الضيقة، يعني المجموعة الكبيرة لا تتجاوز عددها 25 أو 27 فرد وتنقسم إلى مجموعات صغرى. مجموعة للرصد أكيد كان فما مجموعة كانت ترصد
المكان، كذلك كان فما مراقبة يعني على الأقل عندها شهر، كذلك فما تحذير للعبوات الناسفة، كذلك يعني والإطار الأمني والتخطيط نتاعهم هما كمجموعة. يعني ما نجمش أنا ناخذها بهذه البساطة، يعني إنه هما خلاص ما نجحوش وروحوا وماتوا وانتقلوا إلى الحور العين. لا، مش هذا. يلزمني أنا نعرف شكون وراهم، وهل لهم علاقة بالعائدون خاصة، وأنا أعتقد وهو تحليل كذلك وأسوق في التحليلات اللي يمكن تصير والفرضيات المتوقعة، إنه هؤلاء نفذوا عمليتهم ولهم علاقات ربما بالعائدون والخلايا المستنفرة في تونس، لأنه لم يعد لدينا في المنطقة شمال إفريقيا بصفة عامة ومنطقتنا خاصة إنه هناك خلايا نائمة، لا، الخلايا المترصدة في الزمان والمكان والتي جاي تريد أن تنفذ عمليات وتعمل اضطراب كبير جدا في المنطقة وفي البلدان المغاربية، حتى ليبيا أولهم ليبيا. طبعا أولهم ليبيا هي المستهدفة. ليبيا أصبحت يعني للأسف نقولها أنها أصبحت يعني ثكنة كبيرة جدا للإرهابيين، يعني وكأنه يسمحوني السادة المشاهدين أنه النفايات والزبالة متاع تركيا ومتاع سوريا، تركيا قاعدة تلم فيهم وتنزل فيهم إلى ليبيا. يعني إذا كان نسمع ب 4600 و5000 و8000، هل أنه سؤال اللي يطرح، هل أنهم لليبيا هما نازلين؟ وما معنى أنه ينزل كل هذا الكم معناها من الإرهابيين والعناصر الإرهابية والمرتزقة هذا الكل اللي قاعدة تنزل فيهم؟ يعني فما طيارات قاعدة تنزل ورحلات يعني في جرة بعضها قاعدة تنزل فيهم وشحنات متاع سلاح كبيرة برشا قاعدة لشكون؟ لليبيا؟ أنا لا أعتقد أنه لليبيا فقط بل للمنطقة ككل، لكن هم يستغلوا الظرفية اللي طيب موجودة وتفكك الدولة الليبية والمؤسسات والاضطرابات اللي موجودة، ووقت يلقاوا يعني وكأنها زي هي القاعدة اللي باش تلم الناس الكل، باش تلم هالحثالة هذه اللي متواجدة وباش تبقى معناها تهدد الأمن القومي سواء لليبيا أو لتونس أو للجزائر طيب أو للمغرب أو لمصر. يعني المنطقة حتى التهديدات وصلت إلى أوروبا، واليوم أوروبا يعني فما اجتماعات كبيرة جدا وحرب كبيرة تشنها أوروبا إيه؟ على تركيا، لأنها تعرف أن تركيا ستتسبب لها في أزمة كبيرة وهو تسلل الإرهاب والإرهابيين إلى أوروبا طيب. وتدين طبعا تدين نعم دكتورة اللي نعم نعتبرهم حتى أنا مثل ما معناها أعتبرهم إنهم هم في تحليلنا معناها الاستراتيجي، إن سبب كل هذا هم الإخوان المسلمين، تنظيم الدولي للإخوان اللي هيئ الأرضية ثم يكمل يمشي للتطرف وإلى الإرهاب. كذلك نعرف جيدا أن أردوغان يتحرك من خلال أذرعه الإخوانية، وأن السراج ومجموعته وبشآغة والمشري والميليشيات كلها تتزود من عند أردوغان الزعيم، وهم الصبيان. هذه العملية دكتورة بدرة، هل نستطيع أن نقول أنها أحيت الجدل من جديد وأنعشت الجدل حول وجود محامين للإرهاب في تونس، ووجود مفكرين للإرهاب في تونس، ووجود مبررين ومجملين للإرهاب في تونس؟ سؤالك يحيلني مباشرة إلى النائب التونسي اللي خرج واعترف، قال أنا كنت محامي واحد من الخبيب اللي قاد العملية الإرهابية، وقال إنه برر يعني، وكان تبرير سخيف جدا يعني. والسيد هو معروف احنا عندنا مسمينه محامي الإرهاب يعني والإرهابيين، فإنه حتى عنده صورة يظهر لي في ليبيا في سوق، عندكم سوق ما نعرفش نيه هكا، عنده سلاح في يده. على كل حال طبيعي انه المجموعات هذه اللي تسترزق من المجموعات الارهابيه واللي هي اصلا مش حتى تسترزق، انها عندها حتى الفكر هذا معناها اللي سامباتيزون نسميهم احنا، يعني اللي هم يتبناوا الفكر هذا ويبرروه. المشكل انه هالفكر وهالممارسات هذه تبرر، فيقول هذا السيد ليس ارهابي، يعني السيد فجر نفسه
السيد عمل لنا مشكله كبيره برشا معناها فهمت، وعمل عمليه ارهابيه، والسيد النائب يخرج بكل ورئيس كتله من فضلك ورئيس حزب وترشح للانتخابات الرئاسيه، فيخرج ويقول بكل اريحيه انه ما كانش يكون ارهابي لولا تدوين عملها في الفيسبوك، والتدوين هو يعني يمجد داعش، فتم القاء القبض عليه وزج به في السجن، ويبرر كذلك ويمشي في التبرير ما شاء الله، ويقول انه في السجن يعني ولا ناقم وخرج خلاص، يعني عملية سهلة جدا ومبررة جدا وبسيطة جدا وعملية فردية، السيد خرج ناقم عمل عملية إرهابية، ما هذه السطحية يعني. كذلك أكيد هنا قاو برشا معناها ناس باش تتحدى باش تحكي باش تحامي، نقولوا لزافوكا دي ديابل يعني محامين الشياطين، وموجودين ويبررون إلى ذلك بكل سطحية ويستبلهون الناس. وانا قلت لك من الاول يعني قلت لك انه نفس راهو الكتله هذه اللي خرج منها واحد وحكى على يا ايها الكافرون يعني فهمت، والتكفير الشرعي وانه ليس عيب التكفير ويجب ان نكفر، للاسف هذا موجود، هذا موجود في المناخ وفي المشهد التونسي وهذا يؤثر طبعا له تاثير. انا قلت لك انا كنت من الاول برشا ناس يقولوا يحكيوا بداوا يحكيوا على الثأر و7 مارس 2016، قلت لهم لا سامحوني راهو فما حاجه اخرى، معناها ما نحكيش على الثأر، لانه الجماعه هذه ما تحكيش على الثأر، الجماعه هذه تنفذ وتمشي لقدام ما تقعدش تفكر الثاني، الجماعه هذه قات مؤشرات، قات مناخ هش جدا، مناخ مضطرب سياسي، فنفذت العمليه يؤثر، راهو كل ما يبقى فما هشاشة فما اضطرابات أزمات هذم ينفذوا عملياتهم ويستمروا. والعملية هذه طيب ننظر لها من زاوية أخرى، أنت شفتهم مش قاعدين يعملوا معناه. طيب ننظر إليها من زاوية أخرى، من زاوية قد تكون زاوية إيجابية، وهو أن هذه العملية لماذا لا تكون يعني قد دقت ناقوس الخطر ويعني وعت الطبقة السياسية، ولأن اليوم صاروا يتحدثون عن وحدة الصف دكتورة. أكيد في كل عملية صارت في تونس من 2011 إلى اليوم هم يحكيوا على وحدة الصف وما يتوحدوش، راه اللي عندنا احنا ما شاء الله عليهم معناها كل واحد فيهم يحكي على روحه فهمت، والمزايدات في الوطنية ووحدة الصف هما أصلا معناها رئاسة الحكومة الأولى، والحكومة الأولى يعني تم إسقاطها لأنهم هما ما توحدوش، وقتاش توحدوا وقت اللي تهدد معناها مكانتهم، لأنه لو سقطت حكومة إلياس الفخفاخ كان باش نمشيوا للانتخابات مبكرة برلماني. البرلمان فاضطروا المتناقضات، كل المتناقضات تلمت مع بعضها باش كونت الحكومة باش ما يخرجوش. أنا أقولها ببساطة يعني أنه بالنسبة لنا في تونس الطبقة السياسية في تونس لا تفكر إلا في مصلحتها الشخصية ومصلحة أحزابها والمصلحة الضيقة، أما المصلحة الوطنية فيتكلم لا تتجاوز الشفاء عنه، لا تتجاوز أنه هو يتكلم، ومن بعد خلاص من بعد يمشي إلى مستوى الفعل، فإنه هو يولي يبيع ويشتري ويولي أعطيني ونعطيك، أنت شوف معناه الأحزاب أعطيني 3 وزارات أعطيني الوزارة السيادية الفلانية، تعرف أحزاب معناها تتنافس على وزارة الداخلية والعدل باش تفهم أنه وضع اقتصادي يعني قاتل في تونس ووضع اجتماعي قاتل في تونس، هو يلوج على وزارات السيادة اللي هي وزارة العدل والداخلية، لأنه فما بيوع وشراء ينجم يبيع ويشتري وفما ملفات باش يخدم عليهم. يعني أنا والله لا عندي أمل في الطبقة السياسية اللي عنا إلا ما رحم ربك، يعني اللي عنا في تونس إلا ما رحم ربي، لكن بالأساس عنا طبقة سياسية مهش باش تفيق وما تنجمش تفيق، لأنها هي طبيعتها هكا، ولأنها هي استغلت الوضع والهشاشة الوضع والوضع الإقليمي والوضع الدولي وقاعدة تتحرك في المستوى هذا. أنا أراهن على شيء واحد، هو الوعي الطبقي المجتمعي التونسي، قوة المجتمع المدني التونسي اللي يجب أن يتحرك من جديد ويرجع، لأنه بصراحة بالنسبة للمؤسسة ونحب نقول حاجة اللي يلزم احنا نقولوا ان المؤسسه الامنيه في تونس مؤسسه ناجحه جدا بالامكانيات المحدوده اللي عندها.
وبالضغوطات الكبيره، فانه تم اولا حلوا برشا خلايا، فكوها، سلاح، لقاو برشا مخازن سلاح، يعني فما عمليات استباقيه، فما نجاح لكن وفما تشتت، زاد نجاح وتشتت، يعني باللي عندهم، بالخبره اللي عندهم، بالليزوتي اللي عندهم، يعني فما نجاحات، لكن يبقى المشكل راهو مشكل في تونس اليوم، هو مشكل سياسي، مشكل اقتصادي، مشكل اجتماعي. أخيرا، التفجير بعد أيام من تشكيل الحكومة دكتورة، هل هذا يضاعف من الأعباء على حكومة الفخفاخ؟ حكومة الفخفاخ هي داخلة وعارفة روحها على شنو هي داخلة، على اش قادمة هي أصلا. حكومة الفخفاخ مسكينة، ربي معاها، لأن أولا هي حكومة بس أولوياتها يا دكتورة، بس أولوياتها كانت اقتصادية اليوم. نعم، الأولويات قبل العملية كانت أولويات اقتصادية للناس، بس اليوم يبدو أن الوضع يختلف شوية. والله هو كي يدخل يقول لي انا عندي اولويات اقتصاديه، وانا عندي جارتي ليبيا اللي صراع كبير وارهاب، وعندي حدود، وعندي مشاكل، فما هوش اولويات. وصحيح انه الملف الاقتصادي كبير برشا عندنا، لكن عندك عندنا ملفات اخرى معناها، والامور ثقيله برشا عندنا في تونس. راهو ربما انه احنا عندنا مجتمع باسيفيك، يعني مجتمع مسالم، مجتمع مش متاع سلاح، مش متاع، لكن يبقى وعندنا مشاكل اقتصادية ورهانات اقتصادية كبيرة برشا يمكن تجاوزها، لكن الرهانات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود هذا هام جدا، يعني ويجب أن تكون ويأخذ في عين الاعتبار. وكان من المفروض أن السيد الياس الفخفاخ تخلى على الحكومة ويعرف الإرث الثقيل اللي تركته الحكومة السابقة وحكومة السيد يوسف الشاهد، يعني ثقيل جدا على كل المستويات، فانه هو باش خلاص يعني انتهى الارهاب، وما عادش عندنا خلايا نايمه، وما عادش عندنا ارهابيين، وما عادش عندنا ناس جيش للارهاب، لا سامحني، في تونس موجود، وخاصه نرجع انه العمق الاستراتيجي والعمق الامني الاستراتيجي الى تونس هي ليبيا. واذا كان اليوم انا السيد الياس الفخفاخ او السيد رئيس الجمهوريه السيد قيس سعيد ما خذوش مواقف حاسمة وما قالوش اللي يلزموا يتقال، وانه احنا ندعم عملية السلام ولا نتحيز الى طرف، اللي هو اليوم اصبح واضح بالنسبة لنا احنا كمركز دولي للدراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية، نقولها صراحة يعني، والحياد يعتبر خيانة، ونحن لا نخون ليبيا، جارتنا ليبيا واشقائنا في ليبيا، انه من يتعهد ومن يسمح الى تركيا بأن تدخل السلاح وتدخل الإرهاب فنحن لا نتضامن معه ولا نعتبره طرف، يعني يمكن أن يكون طرف هذا نوع في السلام، يعني هذا ترين أنه نوع من الإجحاف، أنه يتم المساواة بين الأطراف اليوم في ليبيا. طبعا هذا إجحاف كبير جدا، لا يمكن، فما واقع يا ناس، معناها نكونوا براغماتيين، فما واقع يفرض نفسه. أنا بالنسبة لي كتونسي، وأنا إنسان محايد وتونس معناها، فهمت، بالرغم العلاقات الكبيرة والمتميزة مع ليبيا، لكن كيف نشوف إنه فما رئيس حكومة يستعين بالأجنبي للتدخل ويسمح ويخلي المجال الإقليمي والجوي ومعناها ويسمح له باش ينزل زلوا المرتزقة ويخليه معناها، وخاصة مرتزقة مش معناها مرتزقة اللي يجي ناس ممتهنين بروفيسيونيل، معناها نحكي على ناس محترفين القتل والإرهاب، ينزلهم إلى المنطقة شنو يحب، يعني هو ينظف بلاده من هؤلاء ويجي بيحطهم لي أنا عندي، أنا بالنسبة لي ما عادش عندي حياد، وما نجمش نحكي على حياد، وما نجمش نساوي ما بين طرف والطرف الآخر، وأقول يعني ما لا يمكن أن أساوي ما بين المؤسسة العسكرية القائمة الذات والمؤسسة الوطنية ومع ناس معناها مرتزقة السياسة اللي هما تعرف تبيع وتشري وبزناسة، يعني هذا وصماصرة، يعني أنا بالنسبة لي ما نجمش. وإحنا طلبنا من رئاسة الجمهورية ومن الطرف السياسي في تونس ومن البرلمان
أن يحدد موقفه صراحة، ثم أنه فما برلمان ليبي، والسيد يعني عقيلة صالح من المفروض أنه هو يأتي إلى البرلمان التونسي ويفرض ويتكلم عن القضية الليبية يعني صراحة، لأنه بصراحة يجب الملف الليبي أن تحسم فيه الجمهورية التونسية. بس سيظل حتى لو جاء المستشار عقيلة صالح وألقى كلمة في برلمان الشعب التونسي، سيظل الجدل قائما على اعتبار أن هنالك عشرات النواب من أكثر من تكتل سياسي وحزب في تونس يرفضون شخصية عقيلة صالح ويرفضون شخصية المشير حفتر، ولا يقتنعون أصلا أن هنالك قيادة عامة للجيش وأنها تحارب الإرهاب، ولا يرون الأمور من نفس الزاوية التي ترينها حضرتك الآن يا دكتورة بدرة. أكيد أنه في البرلمان التونسي فما الشقة اللي يشوف اللي ينظر للموضوع وللملف مثل ما أنظر إليه أنا. يعني إذا كان فما طرف معين هو هذا الطرف اللي دافع على الإرهاب واللي ذكروه بشبابه واللي يستجلبوا في الإرهاب والجماعة اللي هي تنادي يعني بأشياء مختلفة علينا أحنا، لكن فما الشق الآخر اللي سيرحب بالسيد عقيلة صالح ويحب يسمع زادة. وفما المستقلين، يعني إذا كان أنت باش تقول لي أنه فما طرف، مش معناها أنه البرلمان التونسي فيه كان الشق هذاك، لا. البرلمان التونسي فيه برشا برشا أطراف. نعم. والبرلمان التونسي محتاج والتوانسة محتاجين باش يعرفوا شنو اللي قاعد صاير في ليبيا، لأنه فما تعتيم وفما مجموعة معينة هي اللي قاعدة تفرض في صوتها وماهيش تارك المجال للآخرين. لكن أكيد أنه فما الصوت اللي يشبه صوتي واللي ربما أكثر جرأة مني هو اللي مفروض يسمع ما يجب أن يسمعه. والسيد عقيلة صالح نتمنى أن يكون في تونس في أقرب وقت ممكن، باعتبار أنه في وقت سابق التقى برئيس البرلمان التونسي ودعاه إلى ذلك، ونتمنى تفعيل هذه الدعوة، وأنه السيد عقيلة صالح، أنا أتوجه له بالكلمة مع احترامي لشخصه الكبير، أقول له أرجو أن تتحرك في هذا المستوى وأن تأتي إلى تونس ضيفا عزيزا مكرما إن شاء الله، وتوضح ما يجب التوضيح. شكرا جزيلا دكتورة بدرة قعلون، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، كنت ضيفة عزيزة من العاصمة التونسية. وصلنا الختام مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.